بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. حبيت أرحب بيكم في آخر درس من دروس كورس تعليم أدوبي إنديزاين للمبتدئين، أو الكورس الأساسيات اللي تقدر تشتغل بيها على برنامج الإنديزاين. النهاردة هنتكلم عن خطوة أو أهم نقطة بعد ما تفنش الشغل بتاعك، اللي هو إزاي تحفظ الشغل بتاعك. دلوقتي انا عندي زي ما قلنا في الكورس بتاعنا ان في مجموعة من اللينكات والصور ونوع خط انت كاتب بيه فيه اي حاجات كتيرة جوه الفايل. لو انا حبيت اخد الفايل بتاعي ده واروح اشتغل بيه على كمبيوتر تاني او جهاز تاني، يا ترى هاخده ازاي؟ يا ترى هروح اعمل من فايل واروح اعمل سيف او سيف از؟ اكيد لا. عندي هنا برنامج الانديزاين موفر لي امكانية ان انا بقدر اعمل باكجينج للشغل بتاعي، بمعنى ان انا بروح على فايل وبلاقي عندي حاجة اسمها باكج واختصارها كنترول الت شيفت زائد بي، لما بضغط عليها بتظهر لي الشكل ده، بقول له باكج وبقول له سيف، بيظهر لي البانل بتاعت البيانات، بتقدر تكتب فيها اي حاجة، تقدر تكتب فيها اسم الفايل كونكت، لو انت شغال في شركة تقدر تكتب اسم الشركة، يعني دي بيانات بتبقى موجودة على الفايل بتاعك. بعد كده بقول له كونتينيو، بيقولك عايز تحفظه فين. مثلا انا هسميه هنا فاينل بالشكل ده، واقول له نيو فولدر، جوه النيو فولدر، وبعد كده بقول له باكج او ابدأ جمع لي الفايلات بتاعتي بالشكل ده. هو دلوقتي بياخد كل الحاجات اللي انا شغال بيها وبيحطها لي في فولدر واحد، الفولدر ده بقدر اتنقل بيه بكل سهولة. تعالوا نروح على نيو فولدر، ادي الفاينل، بلاقي ده الملف النهائي بتاعي. هو عمل لي ايه؟ هو حط لي ملف الانديزاين ده اللي انا بفتحه على اي جهاز، ده البي دي اف للشغل بتاعي، دي اللينك، دي الصور اللي انا شغال بيها في الفايل او سواء بي دي اف الستريتور اي حاجة، ودي الفونتات كمان اللي انا استخدمتها وانا شغال، بيحطها لي بحيث لو فتحته على اي جهاز ما يبقاش فيه اي ايرور تظهر لي. وده كان ختام كورسنا ان شاء الله. باذن الله هعمل درس هنحاول نطبق فيه تصميم كده مع بعض، بحيث يبقى بشكل عملي وبحيث يبقى نطبق فيه كل اللي احنا اتعلمناه في الكورس بتاعنا. بحب اشكر كل الناس اللي تابعت معايا، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا فهمتوا احنا بنشتغل بالبرنامج ده ليه. والكورس ده زي ما قلت لكم، الكورس ده بس انا بحط رجلك على الطريق، بفهمك الموضوع ماشي ازاي، وبعد كده انت بتشتغل. مش معنى كده ان الكورس ده مش هيأسسك انك تشتغل، انت دلوقتي بتقدر تشتغل على انديزاين وتقدر تطلع بيه شغل لانك خدت النقط الاساسية المهمة في البرنامج اللي انا بحتاجها. انا مش كل التول دي انا بستخدمها وانا شغال، علشان يعني مش كلها بحتاجها. انت دلوقتي معاك الاساسيات تشتغل وبلاش حجج، واستنوني ان شاء الله مع كورس جديد. وزي ما قلت لكم احنا شغالين دلوقتي كمان على كورس ادوبي افتر افكت وعلى كورس تصوير فوتوغرافي، اللي حابب يتابع معنا كل ده موجود على القناة، على صفحتي على الفيسبوك، على تويتر، هتلاقوني في كل حتة ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.